الثروة مش بالمعنى فقط المادي، حتى الثروة المادية الحقيقة. يعني احنا هنبص هنضرب امثلة في بعض الدول اللي ما عندهاش اي نوع من المصادر الخامات الطبيعية، ومع ذلك بتدخل ضمن الدول الاكثر ثراء ماديا في العالم. ليه؟ لانها هو العقل هو القادر. ممكن يبقى فيه انسان عنده ثروات حواليه، والحقيقة في بعض الدول اللي بتعاني من الفقر ومن التخلف وغيره عندها ثروات ضخمة جدا، بس تستنى الآخر أو حد من بره أو غيره. يمكن الاستعمار صنع هذا النوع من التفكير وخلى هذه الدول غير قادرة على الثقة في نفسها، وبالتالي غير قادرة على بناء حضارتها أو توليد ثرواتها أو غيره، وحولها لمجرد مواد خام. مواد خام ليه؟ لأنه انتزع منها الثقة والقدرة على التفكير وطرح الأسئلة. إحنا ما بنبص لمصر النهاردة، يمكن الدكتور عبد الله برضو أشار لفكرة ما يجري في مصر الآن. إحنا عاوزين نبص له إزاي؟ هل هنبص له إن نسلم بيه ونقول إحنا في أفضل حال، ولا كمان نجتهد أكتر ونتطور وغيره؟ لما نبص لمصر خلال 8 سنوات بس من 30 يونيو للنهاردة ونشوف مصر كانت فين والنهاردة بقت فين، الحقيقة هنكتشف إن في فعلا تحول وفي تغير. وده مش فكرة إن إحنا بنقنع الناس بأمل كاذب، لكن كمان لا يمكن أن الدول تنهض دون أن تعرف ما عليها وما فيها ومشكلتها وتحلها. تحلها إزاي؟ تحلها بالعلم، بالتفكير، بالتفكير النقدي. الدكتور كان بيتكلم عليه التفكير النقدي، هو فكرة دي أطرح السؤال الصح، أو أنا ما أحسش بارتباك حقيقي من كم التداخل اللي حواليا. انا بقول ان انتوا يعني محظوظين في انكم جايين في عصر بضغطة زر بتعرف وتطلع على كتب وتطلع على افكار، لكن كمان هذا العصر الحقيقة وهذه الادوات فيها عيوب زي اي شيء، فيها مميزات وفيها عيوب. انه قدر ما فيه زحام معلومات، لكن كمان فيه ارباك، فيه عدم قدرة على اقامة حوار حقيقي. وعشان كده مثل هذه المنتديات وفكرة المعسكرات والقادة وإنه انتوا تحتكوا ببعض وتحتكوا بغيركم وتتحاولوا مع بعض وتكونوا قادرين على إقامة حوار حقيقي، ده بحد ذاته ميزة عظيمة، لأن هي دي الميزة الطبيعية والحقيقية اللي بتنتج بعد ذلك، بتنقل هذه الأفكار للمجتمع. يمكن أنا كنت بتكلم على فكرة إن بنروح نجيب الجرايد والمجلات وروايات الهلال وكتاب الهلال وكتاب الجمهورية وكتب طول الوقت، كانت الكتب متاحة، بنقرأ روايات لنجيب محفوظ ليوسف إدريس، بعد كده الجيل اللي بعد كده في بيرام التونسي، في عبد الرحمن الأبنودي، في أجيال الستينيات، خير شلبي، جمال الغيطاني، إبراهيم أصلان، في كمان المفكرين زي زكي نجيب محمود، زي حتى الدكتور يوسف إدريس، زي توفيق الحكيم اللي كان بيجمع بين ده وده، دكتور أشار لبعض الأسماء دي. هؤلاء الناس هم الذي صنعوا عقولنا. وإحنا بنتكلم على فكرة إيه دائما، ما حد بيسألني ممكن من أولادي أو الشباب الصغارين، أبدأ إزاي أقرأ أو أعرف؟ أولا لازم تقرأ، لازم تقرأ ولازم تعرف أن القراءة هي السبيل الوحيد الآن الأقوى للمعرفة، مش السبيل الوحيد، لأنه في السينما وفي المسرح في أدوات المعرفة، وفي التلفزيون في الفيديو النهاردة في الوثائقيات. يمكن أنتوا كمان محظوظين أنه في نوع من الثقافة المسموعة والمرئية اللي الإنسان قد لا يبذل جهد في أنه يسمعها، وبتتيح للإنسان غير القدر على القراءة، لكن تظل القراءة. أقرأ إيه وأبدأ إزاي وأبدأ منين؟ الحقيقة إنه إحنا ما بنفكر في ده، بنفكر إحنا إزاي يقولك علم نفسه بنفسه. لا، بالتأكيد في أساتذة كانوا علمونا، في كتاب علمونا، كنا بنطلع نلاقي كتبهم موجودة، كانت متاحة بشكل كبير، وكنا بنروح. فكرة المكتبة دي برضه كانت بتقوم بدور مهم. النهاردة أنت المكتبة ممكن تبقى على مدى إيدك في التليفون أو غيره. فنقول ايه؟ اقرا ايه عشان افكر ازاي؟ احنا مش عايزين تفكير نمط ان انا احط الناس كلها في قوالب تفكر بطريقه معينه واقول ان ده بناء العقل، لا، بناء العقل يعني معناها العقل القادر على طرح الاسئله الصحيحه،
العقل القادر على التفرقة بين الشائعة والخبر، العقل القادر على التمييز بين الخطأ والصواب، العقل القادر على أنه ينقل أفكاره وأخلاقه وتنظيمه إلى المجتمع، لأنه في وقت من الأوقات الحياة المجتمع المصري على مدى سنوات تعرض إلى نوع من التجريف، تعرض إلى نوع من الأفكار الخاطئة، كان في براءه، كان تراجعت فكرة الثقافة والمثقفين وحل محلها ناس جهلاء بينشروا أفكار متطرفة وأفكار طائفية وأفكار عرقية وأفكار التعصب، حتى التعصب في كرة القدم، حتى التعصب في كرة القدم هذا يصنع صراعات في المجتمع. مفيش مانع إنه يبقى فيه انحياز في كرة القدم أو في الرياضات بشكل عام، طبيعي المنافسة هي التي تصنع، لكن الموضوع ما بيتحولش معنا إلى منافسة، بيتحول إلى حرب، بيتحول إلى إشعال للمجتمع وإنه الناس تتحارب وتتقاتل. التعصب ربما في الرياضة انتقل أحيانا إلى سياسة، وشفنا دول انهارت بسبب الطائفية وبسبب المذهبية وبسبب التعصب، وتعصب يرجع إلى مئات السنين في الخلف. فإحنا بنقول ليه؟ إحنا بنقول حصل تجريف، حصل تجريف لأنه ربما إحنا مصر بقدرة بنائها وقدرة قواها الناعمة وقدرة سياقها وقدرتها على توليد الأفكار والتجدد، في ناس كثيرة فشلت إنهم يصنعوا فيها نوع من الفتن، نوع من الطائفية. هذا المجتمع المتسامح، هذا المجتمع المتجانس اللي مفيش صراعات، لكن الحقيقة في دول تانية إحنا شفناها. دايماً لما بنقول بص بقى على الخريطة، في جغرافيا سياسية هنا، افرد الخريطة وبص، شوف حواليك الدنيا عملت إزاي، وده مش نوع من المعايرة، ده نوع من إيه؟ هذه الدول التي فقدت ثقتها في نفسها تسقطت، لأنه إذا أنا فقدت ثقتي في نفسي مش هقدر اشتغل. انا كطالب او راجل خريج اذا فقدت ثقتي في نفسي هقول ده مفيش فايدة، مش هحاول اشتغل، مش هحاول، انا خلاص اتخرجت وهستنى شغل، هدور على وظيفة، طب مفيش وظيفة، هل ممكن اعمل مهارات جديدة، في دورات، في لغة، في ادوات مختلفة، في تخصصات مختلفة ممكن الانسان يدرسها، في مشروع ممكن اعمله، ده كل ده بيجي بايه؟ بالتفكير، بالتفكير الصحيح، بالتفكير السليم. وكمان اهم نقطه الثقه في النفس، اهم نقطه دمرت دول حوالينا هو افقاد هذه الدول الثقه في نفسها، ان انا ما ببقاش شايف الصح من الغلط، ما ببقاش شايف الحلال من الحرام، ان انا شايف اللي جاري او مختلف معايا في اللون او المذهب او الدين عدو يجب أن أقتله لكي أعيش. الحقيقة إنه المجتمعات الناجحة المجتمعات القادرة على إقامة حوارات وإدارة تنوعها، لازم نبقى مختلفين في الأفكار، مختلفين في وجهات النظر، مختلفين في الآراء، بس بشرط إنه نقيم حوار، نقوم محدش يمارس نوع من التكفير للآخر، لا اللي هو تختلف معاه دينيا بيقول لك أنت كافر، لمجرد إن أنت اختلفت مع وجهة نظره هو وليست وجهة نظر الدين، أو واحد تقول له يقول لك لا ده مش وطني لانك بترى كذا. الحقيقه انه غياب القدره على الحوار، عشان كده احنا واحنا بنقول انه هذه الاجيال محظوظه بالكثير من الادوات التي تمتلكها في عصر المعلومات اللي بيتوح معارف، كمان هم عندهم حاجات مطلوبه يحلوها ومشكلات اللي هي القدره على التفكير والقدره على الفرز والقدره على ان انا اشوف ايه اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في الدول الاخرى. عشان كده بنقول دايما صحيح بناء الانسان ما هوش مجرد كلمه عامه ان انا ببني الانسان رياضيا مثلا، طبعا لازم يبقى فيه الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، ودي كانت من الجمل المكتوبه في مدارسنا وعلى كتبنا وكراساتنا زمان في النصائح زي اغسل ايدك والنظافه من الايمان والرياضه روح رياضيه وكده، لكن كمان الحقيقه بناء العقل،